السلام عليكم متابعينا الكرام، كما عودتكم ديما الجديد ان شاء الله. اليوم بغيت نوريكم دوبليكس، المساحه اللي كتبقى ما بين الريتشوسي ولا كاف 110. الثمن ديال الدوبليكس 60 مليون قابله للتفاوض، وكتنقص منها 7 مليون ديال الدعم. ديما الجديد على قناتكم ايموبيلي مسفيو، كما كتشوفوا فينيسيو اللي عصريه ومتقونه، كتوفر فيها شروط الدعم مع امكانيه وعد بالبيع. كما كتشوفوا هنا كاين صالون دوبليكس اللي مشمشه وفينيسيو اللي متقونه، كما كتشوفوا الارضيه جد ممتازه، كذلك صباغه بلاتينيا ولا دياقوت، البلافون بلي سبوت والليد شي حاجه اللي عصريه متقونه في الاصلاح. ديما الجديد على قناتكم اموبيلي مسفيوي، وكنبغي نشكر جميع المتتبعين الكرام اللي كيتصلوا تيبغيو يتاكدوا واش منير مسفيوي. شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم، وكنتمنى تخليو ليا شي جيم وتبارطاجيو وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. انا تندير كل ما في جهدي باش كنجيب لكم هاد العقارات اللي محفظين في مواقع جد ممتازه في مدينه بني ملال، اللي محفظين وقرابين لجميع المرافق العموميه. كما كتشوفوا هنا كاين صال دوبا دوبليكس عصريه، يمكن لك تسكن من نهارك ورد التسليم في الحين. كنبغي نشكر جميع الناس اللي شريت لهم عقارات وتيراسلوا ليا العائلات والاصدقاء ديالهم، شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم. كما كتشوفوا هنا كاين شومبر فينيسيون متقونه، المليح راه كيتكلم على راسو. كما كتشوفوا هنا كاين لاكاف دروج، كما كتشوفوا الانوكس شي حاجه اللي متقونه في الاصلاح. هنا لا كويزين ايكيبي عصريه، كما كتشوفوا البلافون خدمه متقونه. وهذا الفيديوهات راه غير كنقربكم من هاد العقارات، راه يمكن لكم تجيو تشوفوا بعينيكم باش تعرفوا شنو كاين. هاد الدوبليكس كتواجد في جزيره صومعه 1، موقع راه جد ممتاز قريب لجميع المرافق العموميه. كما كتشوفوا البلافون بلي سبوت وليد، لا كويزين بالام تي اف برومي كاليتي والرخام. باقي بزاف ديال العقارات، و راه كاينين شقق في نفس هاد الفينيسيون، و الثمن ابتداء من 43 مليون، كاينه 48، كاينه 53 على حساب ليطاج. و كاينين لي نفس هاد الفينيسيون غادي يوجدو ان شاء الله لي تيتباعو في البلون، الثمن ابتداء من 37 مليون، محفظين وفيهم الدعم. و ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم ايموبيلي مسفيوي، كنتمنى تخليو ليا واحد جيم، بارطاجيو تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. راه باقي بزاف ديال العروض غادي يكونوا على القناه. كما كتشوفوا هنا كاين شومبر، تحيه للمغاربه داخل الوطن والجاليه المغربيه، انتظروا الجديد ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف.